مساء الخير حبايب قلبي، رجعت لكم بتغطية جديدة من سنترال وورد. أتمنى لكم سنة جميلة وسنة خير إن شاء الله. عام 2023 عام أفراح وأعياد لكل الناس. احنا حاليا موجودين في العاصمة التايلندية بانكوك من سنترال وورد. هذا الاحتفال شوف الفرق الجميل في اي دكتور. شلون الاجواء؟ الاجواء اكثر من رائعه. لا والله، والمكان الصحيح بالزمن الصحيح. رئيس السنه خير ان شاء الله عليك دكتور عيني. حبيبي يا ابو شهاب، انت احلى 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 راس سنه. اليوم الناس محتفلين، كل الناس مشهورين، كلها محتفله اليوم. حياتنا اخواني، طبعا عندنا انا سوبر ستار جاي تغني في المكان، والتيكيتات فول طبعا بسنترال وورد. بس المهم انه ما تطلع لنا مطالبه بحقوق. اليوم اريد رايكم تقنيه التصوير، تقنيه الصوت شويه، سوينا تغيرات بمناسبه راس السنه بادوات القناه حبايب قلبي. طبعا الناس محتفلين، عندنا هنا شركة أبل للهواتف، وذولا الشعب، هذا الشعب التايلندي شعب حبة كريت الصراحة. لاحظوا كثرة الناس في سنترال وورد. لاحظوا مدخل قطع التذاكر من هاي الجهة. لاحظوا الناس كل شوية تقطع التذاكر وتدخل للاحتفال، احتفال رأس السنة، لأنه جايين مشهورين حبايب قلبي. نتمنى أنه ما تطلع علينا مطالبة بحقوق بسبب هذا الصوت الموجود. تحياتنا لكم. احتفالات حبايب قلبي موجودة في السنترال وورد. الاحتفال يكون بالجهة اليمين من شاشة التليفون، شاشة القناة.
بدي كل الحاسة الضوئية تنشيغ ما نسيك كل باب تنكر لذكاء كل سنطة خليصة روحة مدعي تيرو بدوئية تتحق حوصة بخطأ لدودو الحمد بقى خطيفة طبعاً كثرة الناس بكثرة جاية نعم عندك ألعاب أطفال يا اخواني الناس طبعا هنا اللي يستخدمون الشاشه شاشات اكو تنقل الحفل لكن الحفل بالجهه اليمين هو بنفس المكان لكن مغلق مكان الحفل بسبب انه لازم انك تقطع تذكره وتدخل المكان حبايب حبايب قلبي جولتنا مستمرة وياكم ومعانا بنلعم الدكتور محمد الصافي طبعا عنده قصة ظريفة صارت برحلته بهاي العطلة عطلة نهاية السنة اللي هو زار بها تقريبا أكثر من 4 إلى 5 دول فدكتور ممكن تحكي لنا عن تايلاند النقطة الأولى والنقطة الثانية شنو اللي صار وياك بكمبوديا قبل يومين؟ أي طبعا أنا جيت من السويد على يعني ناوي أزور 3 دول طبعا اللي هي تايلاند وماليزيا وسنغافورة نعم. فأجيت على تايلاند بقيت ليلة ويا أحمد وبعدين طرت على ماليزيا بقيت تقريبا 4 ليالي وبعدين رحت على سنغافورة 3 ليالي ورجعت على تايلاند ما شفت أحلى من تايلاند بكل شيء كشعب مبتسم للسائح كشعب يحب السائح كناس محترمين جدا وكشعب يحب الحياة يعني وهسه الاحتفالات براس السنة ماكو أحلى من عندها سبيشال very special يعني زين والشغلة الثانية انه صار عندي فضول انه اشوف كمبوديا اللي هي بصف تايلاند فوصلني احمد على الحدود وصعدت منها كميني باص من الحدود للعاصمة الكمبودية اللي هي فينوم بن وبفينوم بن يعني هي عاصمة متواضعة فقيرة جدا اللي هناك الشعب كلش فقير ويخوفون و very dangerous country ودائما الناس يحضروني ضم جوازك هم الكمبوديين بنفسهم يحضروني ضم جوازك لا تظهر جوازك ضم موبايلك دير بالك على محفظتك دير بالك على اغراضك جنطتك اي فاني ظليت حذر يعني كل الفتره هاي اخر يوم اللي هو ثالث يوم بكمبوديا ما ادري صارت غفله هيك ثواني من عندي جاي اصور وكان يجون 2 بالدراجه الناريه ياخذون الموبايل من عندي ويطيرون بالدراجه ما لحقت عليها الخواجه طبعا اكو كاميرات وبالطريق بالشارع وهاي رحت على البوليس بصف هذا قلت لهم يابا شغلوا الكاميرات بلكي تعرفون هذول ما ساعدوا ولا اصلا ولا يفهمون انجليزي ولا ساعدوا ولا عبروا اي شيء بينما يختلفون التايلنديين هسا احنا بدنا نطلعين الموبايل مالتنا وبدنا نصور موبايلاتنا وهاي جنطنا وين مكان وخليها بالشارع ما حد اصلا يوصل لها انا 7 سنين ما انسرقت ولا تعرضت المشكله من قبل تايلندي في تايلاند ابدا لا للامانه يعني محترمين انت يختلفون عن كل الشعوب يعني. شعب مبتسم شعب راقي وان شاء الله يوفقك دكتور و العوض على الله ان شاء الله جبر بالله حبيبي وراح نرجع ان شاء الله بالطريق نزور قطر 3 ايام وشوي نوافقكم تحياتنا
وتحياتنا لكل أهل قطر من هنا من تايلند. تحياتنا لكل أهلنا بقطر ورفعت رأس العرب ورفعت رأسنا بالكرنفال كرنفال كأس العالم. طبعا تحية من كل القلب لعيال تميم وأخوتنا القطريين وننتظركم بكأس خليجي بالبصرة. بالبصرة أهلا وسهلا بكم، عيوننا قبل بيوتنا مفتوحة لكم حبايب قلب متابعيني، نشرف بكم وتحياتنا وابقوا ويانا، جولتنا مستمرة في عاصمة تايلاند. حياتنا اخواني، طبعا احنا في طابق الفود فلور، هذا الطابق طبعا من احد الطوابق التابعه لسنترال بورد، المنشئ الحفل، منشئ حفل راس السنه ومنشئ هواي امور هذا السنترال. فنشوفكم جزء من الحركة حاليا، طبعا الساعة 9 مساء، باقي لنا 3 ساعات وندخل العام الجديد ونرجع ونقول نتمنى انه عام خير عليكم وعلى الجميع يا ربي. حبايب قلبي مثل ما تشوفون لاحظوا هذا كيف النظار
يعني طبعا احنا حاليا في مثل ما قلت لكم في سنترال وورد ومتوجهين على شركة ابل. طبعا هنا أنا مكان شركة ابل حبة كريد، مع المعلومة انه انا ما هو من عشاق الابل نهائيا ولا استخدمت اي حاجة من ابل في حياتي، لكن نصورها لعشاق الابل. تحياتنا تحياتنا اخواني. طبعا احنا هنا بالطابق الاول في الكرنفال الاحتفال، لاحظوا عاصمتنا الحبيبة بانكوك. منظر الناس، تجمع الناس على الشاشات في أعياد الميلاد. وهنا نجي ندخل على شركة أبل. شركة أبل تحياتنا أخواني. طبعا احنا في شركة أبل، هاي شركة صراحة الشركة حبت كريز. هاي شركة عبارة عن قبعة هذا المكان، وهاي من مهرجان الكرنفال الجميل الموجود هنا في سنتر عاصمة تايلاند. هاي شركة أبل للإلكترونيات.
نحن حبايب قلبي تنزل وتخرج من هاي الشركة حبة كريز. طبعا هسه يقول لك هذا دي يصور كاميرا هو يصور بينا، بس حالي فريدام هم الشركة. تحياتنا الاحتفالات الموجودة هنا وكثرة الناس اللي تتواجد في هذا المكان والوافدين إلى هذا المكان الجميل. نلاحظ الأجهزة تفحص السكيورتية موجودة، المكان مؤمن بالكامل، مؤمن بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية في تايلاند. لاحظ الدخول كله عبارة عن أجهزة فحص وتدخل الأماكن. لاحظ جدا راقي. لاحظ توافد الناس للرأس السنة، توافد لحظة عبايب قلبي. Happy New Year 2023 كاتبين هنا. لاحظ الاحتفال الموجود. خلنا نسوي لكم زوم على المهرجان. هاي بوابات الدخول هم كلها تدخل عن طريق الفحص. الناس تلتقط الصور يا حبايب قلبي. حياتنا حبايب قلبي، بقى 5 دقائق ويبدأ العد التنازلي للسنة الجديدة، ونتمنى لكم أفراح وأيام حلوة بهاي السنة. يا ربي حقق كل أمانيكم. وبقى 5 دقائق وإحنا حاليا موجودين في سنترال وور، نغطي لكم الألعاب النارية اللي موجودة في العاصمة التايلندية بانكوك. وما بقى شيء، بس 5 دقائق من سنتر العاصمة التايلندية سنترال وور. حياتنا لكم، إن شاء الله تستمتعون، أتمنى لكم سنة جميلة. حياتنا أخواني، أو حاليا بدأ العد التنازلي، إن شاء الله بعد دقيقة ندخل بالسنة الجديدة سنة 2023. ويا ربي حقق كل أمانيكم. وحاليا احنا في سنترال وور مركز العاصمة التايلندية بانكوك. لاحظوا كثرة الناس الموجودة هنا. بعد دكتور عيني، بعد أقل من 40 ثانية.
منا لك سنة سعيدة دكتور حبيبي. الله للجميع وجميع العراقيين والعرب وأهلنا والأخوة المتابعين متابعين قناة متابعين. منا لهم إن شاء الله الموفقية. بدت راح تبدي الالعاب الناريه ثواني تفصلنا عن السماء. واو واو هابي نيو يير فور ايفريبادي. So...
دكتور يعني مستانس حبيبي. هابي نيو يير دكتور. احلى اعياد راس السنه ويا ابو شهاب في تايلاند. في تايلاند عيادنا حبايب قلبي. والى هنا وصلنا لنهايه هذا الفلوت من العاصمه تايلاند بانكوك، ومن هذا اليوم الجديد بالسنه الجديده، ويا ربي تحقيق الامان للجميع. تحياتنا لكم. اللي ما مشترك يشترك ويفعل الجرس. عين الدكتور شنو رايك بهاي الاجواء اليوم؟ والله اليوم اجمل اجمل اجواء بتايلاند، ومن الاجواء اللي الصراحه ما تعوض، يعني ما اعرف شلون اوصفها، يعني شيء جمال جمال جمال، فائق الجمال.
والناس طيبين. حبيبي اتمنى لك سنة سعيدة وان شاء الله طولة العمر دكتور. حبيبي ولكل الاخوة المشاهدين المشتركين حبايب قلبي، الله يسلمك حبيبي دكتور. تحياتنا، ادعمونا باللايك وان شاء الله سنة خير على الجميع وتحقيق الاماني للكل. سلام، اخوكم احمد.